أنوار الاختراق في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي أصبح بيرونس رجلا رائدا في هوليوود، وإن كان ذلك في سلسلة من الأفلام والبرامج التلفزيونية منخفضة الميزانية. كافح ليجعل من نفسه اسما مألوفا حقيقيا في عام 1960. تمكن بيرونسون من تسجيل دور في فيلم ذا ماجنيفيشنت 7 في فريق التمثيل العظيم. Breakout roles. In the late 50s, Bronson would become a leading man in Hollywood, albeit in a string of low-budget films and television shows. He struggled to make himself becoming a true household name. In 1960, Bronson was able to score a role in The Magnificent Seven in the great cast. على الرغم من بناء سمعة قوية، إلا أن أداء برونسون المتميز كممثل رئيسي لم يأتي حتى عام 1974. لعب برونسون دور بول كيرسي في فيلم ديث ويش بميزانية قدرها 3.7 مليون دولار. حقق الفيلم أكثر من 20 مليون دولار في بوكس أوفيس، وكان الفيلم الأمريكي الأكثر شعبية في مسيرة برونسون بأكملها. كان بيرونسون يبلغ من العمر 53 عاما عندما عرض ديث ويش في أمريكا، بعد 14 عاما من أدائه في فيلم ذا ماجنيفيشنت 7. Despite building a solid reputation, Bronson's breakout performance as a lead actor didn't come until 1974. Bronson played film the lead character of Paul Kersey in Death Wish. On a budget of $3.7 million, the movie made over $20 million at the box office and was the most popular American movie in Bronson's entire career. Bronson was 53 years old when Death Wish came out in America, 14 years after his performance in film The Magnificent Seven. أصدقاء برونسون في السينما، على الرغم من اعتباره خجولا، تمكن برونسون من تكوين صداقات رائعة أثناء عمله كممثل على مر السنين. نجح برونسون في العيش مع جاك كولبمان في مدينة نيويورك قبل أن يقتحم أي من الرجلين مجال التمثيل، ومع ذلك لم يكن كولبمان صديق برونسون الوحيد في التمثيل. لعب تشارلز برونسون مع الممثل اليوناني تيلي سافالاس والممثلين الأمريكيين جون كاسافيتس في مجموعة ذا ديرتي دوزن للمخرج روبرت ألبريتش. برونسون acting friends in cinema. Despite being seen as shy, Bronson managed to make some incredible friends while working as an actor over the years. Bronson managed to live with Jack Klugman in New York City before either man broke into the acting business. However, Klugman was not Bronson's only famous acting friend. Charles Bronson played with Greek actor Telly Savalas and American actors John Cassavetes on the set of The Dirty Dozen directed by Robert Aldrich. صادق برونسون أيضا الأسطوري ستيف ماكوين أثناء العمل معا في فيلم 1959 نيفر سوفيو. عمل برونسون وماكوين معا مرة أخرى في العام التالي في ذا ماجنيفيشنت 7، وأخيرا للمرة الثالثة في ذا جريت إسكاب عام 1963. وفقا للفولكلور، كان ماكوين هو الشخص الذي اقترح اسم برونسون قبل أن يغيره. وفقا للأسطورة،
رأى ماكوين شارعا اسمه برونسون بينما كان الاثنان يتجولان معا واقترحه على صديقه. Bronson also befriended the legendary Steve McQueen while working together on the 1959 film Never So Few. Bronson and McQueen would act together again the following year in The Magnificent Seven. And finally for a third time in 1963's The Great Escape. According to folklore, McQueen was the person who suggested the Bronson name before he changed it. According to legend, McQueen saw a street named Bronson while the two were driving around together and suggested it to his friend. أوجه التشابه على الشاشة في الفيلم الكلاسيكي The Great Escape. لعب برونسون شخصية تدعى داني تونل كينغ فيلينسكي. شخصية برونسون عالقة في معسكر أسرى حرب ألماني يعرف باسم ستالاج 17. يشارك برونسون العديد من سمات الشخصية مع فيلينسكي والتي تم الكشف عنها خلال الفيلم. شارك كل من برونسون وفيلينسكي في الحرب العالمية الثانية، بينما كان فيلينسكي لاجئا بولنديا وانضم إلى الجيش الإنجليزي في قتاله ضد النازيين، وخدم برونسون في القوات الجوية الأمريكية في شرق آسيا. يتمتع كل من برونسون وفيلينسكي بخبرة في الأنفاق، حيث عمل برونسون في مناجم الفحم عندما كان طفلا بينما فيلينسكي هو خبير الأنفاق المقيم في المخيم. في تطور مثير للسخرية، عانى كل من برونسون وفيلينسكي من رهاب الأماكن المغلقة بالنظر إلى حقيقة أن العديد من الأنفاق التي تم تصوير المشاهد فيها كان من الممكن أن توفر لكليهما تجربة مريحة بشكل لا يصدق. On screen similarities, in the classic The Great Escape, Bronson played a character called Danny Tunnel King Vilinsky. Bronson's character is stuck in a German prisoner of war camp known as Stalag 17. Bronson shares many character traits with Vilinsky that are revealed throughout the movie. Both Bronson and Vilinsky were involved in World War II, while Vilinsky was a Polish refugee and joined the English army in their fight against the Nazis. Bronson served in the US Air Force in East Asia. Bronson and Vilinsky both have experience in tunnels, with Bronson having worked in coal mines as a child while Vilinsky is the camp's resident tunnel expert. In an ironic twist, both Bronson and Vilinsky suffered from claustrophobia. Given the fact that many of the tunnels that scenes were filmed in, it would have made for an incredibly comfortable experience for both of them.